السلام عليكم، معاكم عماد من فلوريدا. المرة دي الحلقة اللي انا وعدت بيها من فترة كبيرة قوي، انك انت ازاي تعدي امتحان الزمالة بتاع التمريض في مصر. امتحان زمالة التمريض بالانجليزي اسمه NCLEX-RN NCLEX-RN. اوكي، اولا عشان تعدي الامتحان ده لازم يكون مستواك في الانجليزي كفاءة. يعني معنى صح ايه؟ الامتحان عبارة عن 250 سؤال، عشان تعدي لازم تجيب على الاقل 75 سؤال صح، تمام؟ بالاكريسي بتاعها يعني كونفيدنشال بتعتبر 91%. لو انت عملتهم 91% 75 سؤال تعدي اوتوماتيك والكمبيوتر بيقفل لوحده، تمام؟ عشان تفهم الاسئلة دي كلها بالانجليزي، يبقى انت محتاج تفهم انجليزي عشان تعرف تقرا. على الاقل خد كورس اللغة الانجليزية انك انت تفهم اللي انت بتقراه، ماشي؟ او تدرب، يعني خد دورة تدريبية حد يدربك تفهم الاسئلة دي وتدرسها. يعني اوكي، دي ممكن تاخد حوالي 3 شهور او 4 شهور، يعني 8 ساعات في اليوم دراسة على الاقل يعني. اوكي، لازم تدرسها بجدية جدا علشان تعرف تخش الامتحان، نمرة واحدة. اوكي، نمرة اتنين، عشان تقدم على الامتحان من مصر مختلف جدا انك انت تقدم عليه من امريكا. اولا كلية التمريض اللي انت متخرج منها لازم يكون معترف بيها دوليا، نمرة واحد، يعني اكريدنشل. الاكريدنشل بتاعتها هل هي معترف بيها دوليا بالذات في امريكا ولا لا؟ احنا بنتكلم عن امريكا، انت عايز امتحان الزمالة، تمام؟ دي اول حاجة لازم تسأل عليها، هل المدرسة بتاعتك او الجامعة بتاعتك معترف بيها في امريكا ولا لا؟ اسألهم حتى في الادارة. اوكي، بالتأكيد طبعا هيكون معترف بيها واتمنى يعني. اوكي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قبل ما تدفع رسوم الامتحان قوي نفسك في اللغة الانجليزية من فضلك، عشان خاطري قوي نفسك في اللغة الانجليزية. الامتحان ده مش سهل بس غير مستحيل. اوكي، مش سهل بس ما اعتبرش مستحيل، ممكن تعدي فيه لو انت ذاكرت كويس. هنفترض انك انت اللغة عندك بقت قوية، نفترض يعني. اوكي، واتمنى. اوكي، هتعمل ايه عشان تعدي امتحان الانسيلاكس او امتحان زمات التمريض في امريكا، تمام؟ لازم تختار الولاية اللي انت عايز تشتغل فيها. يعني انت مثلا عايز تشتغل في نيويورك، تمام؟ يبقى انت بتدفع رسوم الامتحان في نيويورك. عايز تقدم على فلوريدا، اقدم على فلوريدا، شوف ايه الريكويرمنت بتاعتهم. في ولايات بتقولك لازم يكون ضمان، رقم الضمان الاجتماعي الامريكي يكون معاك، بالتالي انت مش هتعرف تقدم فيها. انت عايز ولايات ما تسألكش على رقم الضمان الاجتماعي انك انت مش في امريكا، تمام؟ الولايات دي ممكن تكون نيويورك، فيها تسهيل شوية، بالتالي انت هتقدم على امتحانك فين؟ في نيويورك، بيسموها نيويورك بورد اوف نيرسينج. اوكي، تمام. امتحان الزمالة بتاع التمريض لا يقل شأنا عن امتحان الزمالة بتاع الدكاترة، نفس الموضوع ونفس الشكل ونفس الطريقة. اوكي، لانها اصلا شغلة مطلوبة جدا. اوكي، الدخل فيها عالي قوي، تمام، وبالتالي الفلوس فيها جامدة، عكس الكلام طبعا في مصر. انا عارف ان الممر اللي هو النيرس في مصر ما بيعملش فلوس كتير يعني. اوكي، دي انا عارف الحكايه دي كويس قوي. اوكي، عشان احنا دوله متخلفه يعني. اوكي، عايشين في القرون الوسطى، دايما نفتكر اللي هو خريج التمريض ده ممرض. خريج التمريض اصلا مش ممرض، خريج التمريض اصلا مساعد دكتور، هو الايد اليمين للدكتور. اوكي، هو اللي بيعمل كل حاجه. خريج التمريض هو اللي بيدي الادويه، هو اللي بيعمل
الاي في اللي هو الحقن الوريد بسوائل، تمام، هو اللي بيتدخل لانقاذ المريض لما هيحصل له حاجه خطيره هيموت فيها، هو اللي بيتابع الحاله الصحيه بتاعته وبيكلم الدكتور بيقول له الحاله الصحيه بتاعه المريض شكلها كذا 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 كذا. هل الدكتور بيعمل كده؟ لا بيعملش كده، تمام. بالتالي خريج التمريض اصلا بيعمل كل حاجه الدكتور هو بيعملهاش. الدكتور كل اللي بيعمله بيقول ايه، هنديله ادويه، يروح كاتب روشتة وعامل التوقيع بتاعه الاعتماد بتاعه، تمام. الدكتور ممكن يشخص المرض اللي عنده، يقول هو عنده مرض كذا، تمام. خريج التمريض ما بعرفش يقول الكلام ده لان هو اصلا ما عندوش اللي هو بيسموه ايه، رخصه انه يقول الكلام ده. عشان انت تعرف تقول الكلام ده بتاخد حاجه اسمها نيرس براكتيشنر. ركزوا معايا يا جماعه، نيرس براكتيشنر. النيرس براكتيشنر اسمها ام بي، ان بي بي تقيله، نيرس براكتيشنر، اوكي. الام بي دي عشان تاخدها بتدرس حاجه اسمها دراسات عليا وبتاخد ماجستير في الام بي، بيدربوك 600 ساعه في بعض المدارس وبتاخد الشهاده اول حاجه طبعا بتعمل امتحان، طبعا اوكي بتعمل امتحان، وبعد ما تعمل امتحان تعدي فيه ويبقى خلاص انت كده بقيت بالظبطك زيك زي الدكتور، لا يقل شأن عن الدكتور اطلاقا، حتى هيسموك حتى دكتور كمان. ايه رايك بقى؟ يعني في ناس بتتلخبط يحسبوا الام بي هو الدكتور، هو مش دكتور طبعا، اوكي، بس هم الناس هيفتكروك دكتور لانهم بيفتحوا عياده، اللي هو النيرس براكتيشنر بيفتحوا عياده وفي مرضى بيجوا لهم، تمام، عشان هم سعرهم ارخص من الدكاتره، اوكي، بس نفس الوضع بتاع الدكاتره. اتفاهمين بقول ايه؟ يعني الام بي يكتب ادويه ويشخص المرض. وطبعا في تخصصات، في ام بي متخصص اطفال، في ام بي متخصص في ستات، في ام بي متخصص في الناس الكبار في السن، في ام بي متخصص في العظام، حاجات ده كده، تمام. انت لازم تختار التخصص اللي انت عايز تعمل فيه الشهاده بتاعتك، وكمان بتشتغل مع دكاتره هما بيدربوك وبيبعتوك في المستشفيات تكتب ادويه وتشرف على المرضى، يعني شغله في منتهى الاحترام يعني، اوكي. ده الام بي، تمام. بس عشان توصل للمرحله دي لازم الاول تعدي امتحان الزماله بتاع التمريض في امريكا، تمام. عشان تعديه لازم تقوي نفسك في اللغه الانجليزيه. نفرض انت قويت نفسك في اللغه الانجليزيه وبقيت يعني عندك كفاءه تقرا اي سؤال وتفهمه، تمام. تاني حاجة انت لازم تعملها تفهم البيسك بتاع التمريض. ايه هو البيسك بتاع التمريض؟ البيسك بتاع التمريض انك انت عندك جروب اوف ديزيز، يعني مجموعة من الامراض. المجموعة من الامراض دي لازم تدرسها كويس، يعني كل مرض لازم تسأل نفسك لو الواحد عنده مثلا المرض ده، اوكي، اعمل ايه؟ ايه اول تدخل اعمله؟ عشان نوضح الفكرة، نفرض مريض مثلا عنده مرض عصبي اللي هو الجي بي اس، اوكي، الجي بي اس، اوكي، ده مرض يعني بيجي بيخلي الانسان بيفقد الاحساس من رجليه طالع فوق، واخد بالك، على ايديه، الايد تلاقي مثلا ما بيعرفش يتحرك، واخد بالك، وهو بيجي في المناطق الساعة، بيروح وبيرجع، بيسموها ريميشن. ريميشن معناها ايه؟ ريميشن معناها يخف، ماشي، اوكي. بالتالي لو هو بيروح لوحده احيانا ومن غير علاج، تمام، انت عشان هتسأل نفسك انت كنيرس المفروض تعمل ايه الفيرس انترفنشن؟ ده السؤال اللي بيجيلك في الانسيلكس، اوكي، الامتحان. اول حاجة انك انت هتمنع المريض ده انه ما وقعش، يبقى you prevent fall، يعني تمنع الوقوع. بالتالي انك انت تكون جنبه، لازم يكون في حاجة تساعده انه يقف عليها، او تكون جنب ايده وتساعده انه يقف ويمشي، يا اما المريض ده هيقع، خد بالك، يبقى دي الفيرست انترفنشن. حلو، في ناس سألني ايه القواعد بتاعه الفيرست انترفنشن او التدخل الاول للنيرس.
القواعد الأولى للتدخل الأول للنيرس اسمها الـ ABC ABC. النبي يا جماعة اكتبوا الكلام ده فورا، ماشي؟ ABC اوكي. أول حاجة R، تمام. تاني حاجة الـ B اللي هي ايه؟ Blood. تالت حاجة C Circulation. يعني ايه الكلام ده؟ هفهمكم اوكي. اول حاجه لما انت تتدخل مع مريض، المريض مثلا عنده نمونيا، حلو الكلام، نمونيا اكيد طبعا عارفينها، يعني جماعه اللي هم خارجين التمريض عارفين الكلام ده، النمونيا اوكي. عشان كنت انت ار ان، انا مش هتكلم اقول نيرس طبعا، انا هقول ار ان، انك انت ار ان، فرق كبير قوي بين نيرس وار ان. انت ار ان اوكي، انا بتكلم على الار ان دلوقتي اوكي. انت كار ان لما واحد يكون عنده نمونيا، اول حاجه بتخلي بالك منها، ودي هجيلك في الامتحان وهجيلك كمان في الواقع، تمام، انك انت تشوف المريض ده بيتنفس ولا لا. المريض بيتنفس ولا لا، يبقى الفيرست انترفنشن ايه؟ اير بريزنج اوكي، تمام. نتكلم مثلا على موضوع تاني، واحد مثلا عنده مشكلة في الدم، حلو كلام، مشكلة اي مرض موجود في الدم يعني، والعياذ بالله، وانت كار ان بتشرف على المريض ده، ايه اول حاجة هتعملها؟ طبعا ايه لو البريزنج صح يبقى خلاص. طب ايه تاني حاجة انت هتتدخل فيها؟ البلد، A B، ها يبقى البي هي ايه؟ البلد. هشوف مثلا المريض ده ايه تقرير البلد بتاعه، اللي هو البلد تست، شكله ايه، سليم ولا غير سليم، تمام، هل محتاج نقل دم ولا مش محتاج نقل دم. انت لازم تقول الكلام ده قرآن، مش الدكتور هقول الكلام ده، انت انك انت هتبلغ الدكتور، تمام، بتقرا انت المؤشرات بتاعته، ترفع سماعه التليفون وتكلم الدكتور، الدكتور يديك امر انك انت تعمل مثلا كيس الدم او كيسين دم. هو بيكتب روشتة، هو قاعد في الكمبيوتر بعيد عنك يمكن حوالي 50 ميل او 60 ميل، هو مش موجود معك اوكي، تمام. بالتالي هو بيديك الامر على الكمبيوتر انت تنفذه. يعني شوف الشغلة بتاعتك منتهى الاهمية ازاي، يعني انت كأنك دكتور بالظبط اوكي. اداك الامر يبقى تركب ايه؟ كيس الدم اوكي. يبقى المريض اللي عنده مشكلة في الدم اول حاجة بتدخل فيها نمرة واحد الاير اللي هو اللي بيتنفس صح، تاني حاجة البلد. طب تاني حاجة بقى، حتى تاني حاجة اسمها السيركليشن. هل السيركليشن معناها ايه؟ في ناس عندهم مرض اسمه الدوالي مثلا، حلو الكلام، الدوالي. في ناس عندهم سيولة في الدم، سيولة ايه؟ في الدم اوكي. الناس اللي عندهم سيولة في الدم بياخدوا أدوية اسمها الهبرن، وحاجة تانية اسمها كوميديان اوكي، تقريبا حاجة ده كده، واخد بالك، في الهبرن اوكي، دي نمرة واحد، واخد بالك. الهبرن ده بيخلي الدم لا يتجمد، في ناس عندهم جلطة والعياذ بالله، لما بيكون عندهم جلطة بيديهم إبرة الهبرن أوكي. الإبرة دي بتخلي الدم فيه سيولة كتير جدا، بالتالي لا يتجلط. المشكلة بقى مع الناس دي إنهم لو خدوا أي جرح، تمام، أي جرح، تمام، أو أي حاجة حصلت لهم ممكن ينزفوا لحد ما يموتوا. بالتالي قبل العملية إنك أنت بتوقفه عن الهبرن، ما يخش الهبرن على طول، يعني قبل العملية بأسبوع مثلا المريض يوقف الهبرن عشان هما هيفتحوا أعضائه أوكي. بالتالي هما مش عايزين الدم المريض ينزف لحد الوفاة، بالتالي أنت بتوقف الدواء ده، تمام. يبقى المريض اللي عنده مشكلة في السيولة في الدم بتعمل إيه؟ A B C. الA air بيتنفس صح 100 100، البي السيركليشن سوري البلد بتاعه كويس شغال كويس 100 100. نمرة ثلاثة بقى السيركليشن اوكي، هل المريض بينزف؟ يبقى دي اول انترفنشن، يبقى سيركليشن
دي حاجة مهمة. يبقى انت المريض اللي عنده مشكلة في الدم، سيولة في الدم، اول انترفنشن انت هتدخل فيها السيركليشن، انك انت توقف اللي هو ايه النزيف باي طريقة. وطبعا عشان توقف النزيف لازم تتك على الجرح بتاعه لمدة 5 دقايق جامد جدا بايدك، اوكي، وبعد ما تتك عليه عشان الدوالي توقف النزيف وتتقفل، يبقى انت بتتك على الجرح لمدة 5 دقايق، اوكي، وبعد كده بتربطه بشاشة وكمان تيب اللي هو اللي بيسموه الجاز، اوكي، تيب ان جاز، بس انتهت، خلاص، بسيطة قوي يعني، اوكي. يبقى دي الفيرست انترفنشنز، اوكي، اي بي سي، من فضلك ذاكرها لان امتحان الانسولكت بيسالك على الحاجات دي، اوكي. تاني حاجه او تالت حاجه معناها صح، لما انت تكون بتدرس الانسولكس انت لازم تعرف نظام الانسولكس. الانسولكس بيجي لك 250 سؤال، لازم تعدي على الاقل ب 75 سؤال الكونفيدنس بتاعهم 90%. انا قلت الكلام ده اول فيديو، تمام. يبقى انت ازاي هتدرب نفسك على الاسئله دي؟ جيب ورقه وقلم واكتب الكلام ده. في برنامج اسمه اليو وورلد، يو حرف اليو ما تعملش اي سبيس، اوكي، وورلد دبليو او ار ال دي، يو وورلد، اوكي. تمنه يمكن حوالي $50 في الشهر او $50 في 4 شهور، مش فاكر، بس لازم تجيبه، ماليش دعوه انا يعني، انت هتجيب فلوس منين؟ اسرقها، المهم تجيبها يعني، الحاجات دي مهمه قوي، لازم تجيبها، دي حاجات اساسيه في الحياه يعني، حاول تتصرف يعني، اوكي، تمام. ومحدش يعرف يديك البرنامج ده لان هو شغال على اي بي ادرس، يعني واحد معاه الاي وورلد في امريكا ما عارفش يدولك، مش هتعرف تفتحه في مصر. عشان تفتحه في مصر لازم يكون معاك اللي هو حاجه اسمها البن، ماشي، اللي هو الاي بي، اللي هو بيفتح الاي بي، واخد بالك، نمره واحد. نمره اتنين، لازم يكون انت دافع حقه بنفسك وبتعمل تسجيل على الكمبيوتر، واخد بالك، انك انت سجلت على ايه، على التدريب ده. اليو وورلد دوت كوم، اوكي، بيديك ايه؟ بيديك حوالي 1500 سؤال. ال 1500 سؤال اللي انت بتحلهم دول ممكن تعيدهم تاني وتالت ورابع، لازم تفهم اجابتك كانت غلط ليه او اجابتك كانت صح ليه. معنى صح ايه؟ الانسلكس لما بيجي لك سؤال، ها، ماشي، اوكي، بيديك 4 اجابات، في الغالب 4 اجابات، اوكي، بس اجابة واحدة منهم هي الصح. والإجابة هتكون كلها متشابهة، هتلاقي ان كلهم صح، بس في حاجة اصح من الصح، يعني حاجة اسمها الفيرست انترفنشن، اوكي، هي دي الصح. اليو وورلد بيدربك على الموضوع ده. بالتالي لما انت بتحل اسئلة حاول تراجع السؤال والإجابة بتاعتك، وقرا الاجابات التانية، ليه الاجابة التانية غلط، يعني A B C، نمرة A مثلا هي دي الاجابة الصح، اقرا ليه صح، اتك عليها، هيديك حاجة اسمها راشنال، يعني راشنال يعني ايه، شرح الاجابة ليه الاجابة صح، اوكي. على نمرة B مثلا، ليه الاجابة بتاعت نمرة B غلط، تتك عليها، هيديك حاجة اسمها راشنال، هيقولك ليه نمرة B غلط، نمرة C غلط، نمرة D غلط، اوكي، وهكذا، تمام. هتعمل الكلام ده يا أستاذي الفاضل لمدة 4 شهور، أنا بكلام جد، 4 شهور تدريب، تمام، عشان تعدي الانسلكس أو الزمالة التمريض في أمريكا لازم تعمل a lot of question. You do question and question and question and question and question، بدرجة أنهم عملوا مرة بحث قالك عشان تعدي امتحان الزمالة بتاع التمريض في أمريكا لازم تحل على الأقل 10,000 سؤال. انا بهرجش 10,000 سؤال. بالتالي انا بقول مثلا حاول تفهم الاساسيات بتاع التمريض او النيرسنج يعني، وانت كار ان، مش نيرس، انت مش نيرس، انت ار ان، اوكي، لازم
تفكر بعقليه ار ان. تمام، ايه التدخل بتاعك الاول؟ تمام، طبعا في حاجه كمان من الاساسيات، اوكي، انك انت تعمل هاند هايجين. الهاند هايجين دي مهمه جدا. طبعا النظام بتاع مصر غير النظام بتاع امريكا. انا شفت ار ان في مصر صراحه لا يهتموا بانهم يلبسوا الجلوفز لما بياخدوا دم من الوريد اللي هو الاي في. طبعا لازم تعرف كلام الانجليزي يا جماعه، ماشي، لما بياخدوا دم من الوريد او من الفين، اوكي، او الارتري، اوكي، او الفين، اوكي، اللي هي انك انت لازم تجيب الكحول وتعمل ربنج. يعني بتلبس اول حاجه جوانتي، حلو، تمام، بتحط الهاند كاف على ايده، تمام، العروق كلها تبان. او هو المريض مثلا يعمل ايده كده يفتحها ويقفلها، او يقفلها جامد، بالتالي تشوف الوريد، هل الوريد ده صالح ان انا ممكن اعمل عليه اي في او لا. ده مش شغل دكاتره، ده شغلك انت كارن. الدكتور مش هيعمل الكلام ده، انت اللي تعمله، اوكي، خلي بالك. يعني ما تقولش الدكتور هو اللي عملها، لا، دي مش شغلته، دي شغله الارن. شوف انت شغلك مهم ازاي. بالتالي انت اول حاجه تعملها، انسى اللي انت تعمله في مصر ده خطا يعني، اوكي. لازم تجيب الكحول، تمام، لما بتحدد مكان الوريد تروح انت عامل رابنج جامد جدا، رابنج جامد جدا على المكان اللي انت هتحط فيه الاي في، تمام. ولسه البلاد بريشر، او معنى صح القف الموجود على دراعه لسه مربوطه على دراعه عشان تبين العروق جامد، اوكي. تروح انت جايب اللي هي نمره 16، اوكي، او الكود بتاعها اللي هو على حسب وريد. كل ما يكون النمبر كبير كل ما يكون ايه صغير الوريد، بيكون صغير. لو الوريد مثلا صغير قوي انت محتاج نمبر كبير، لو الوريد كبير بتاعه، تمام، يبقى انت محتاج ايه نمبر ايه صغير، اوكي. بالتالي لازم تعرف النمبر اللي انت هتعمله، اوكي. هنا بيعملوا في امريكا بيعملوا النمبر، في عندك البلو والاورنج او البينك، اوكي، البلو او البينك او البيربل، ممكن نسميه بيربل كمان، اوكي. دايما بيكونوا بيستخدموا البيربل باستمرار، اوكي. بالتالي انت لما تيجي تعمل الانسرشن للاي في لازم تخلي بالك وانت بتدخلها، ما تدخلهاش بطريقه غبيه كده بحيث ان هو المريض ينزف وانت مش عارف تجيب تسحب الدم، اوكي. دخلها بالراحه، اوكي، واول ما تدخلها في الوريد وتلاقي ان الابره لقطت الدم بايدك الثانيه، حاول انك انت تشيل الكف الموجود على ايديه، تمام، شيلها بايدك التانية. يعني انت في ايدين هتشتغل، اتنين، واحدة اليمين بتسحب فيها بتعمل بيها الوريد، تاني حاجة انك انت بايدك الشمال بتشيل الكف، انك انت مش عايزه ينزف، اوكي. لازم تشيل الكف عشان ايه الوريد يرجع لمكانه الطبيعي، اوكي. وبعد كده لما تلاقيها لقطت، اوكي، تمام، بتروح جايب التيب وتروح ايه حطه على مكان الانسرشن، تمام، بايدك التانيه هتعملها، اوكي، او بايديك الاثنين، لانك انت ممكن تعملها في خلال ثانيه واحده، اوكي، بايديك الاثنين، لان الابره هتكون ثابته في الوريد مش هتروح اي حته، اوكي. تروح انت جايب التيب والتيب تحطه على مكان الابره، تمام، وبعد كده تسحب الابره بالراحة خالص. هتلاقي حاجة اسمها الكانولا. الكانولا دي عبارة عن بلاستيك، حاجة اسمها ايه بلاستيك، اوكي. البلاستيك ده انت بتوصله مع ايه، بتوصله مع حقنة فيها النورمال سيلن. النورمال سيلن دي انك انت لما البلد الدم بيطلع برا يروح، هو طلع فين؟ في النورمال سيلن. تروح انت ضاغط على حقنة النورمال سيلن، تدخل النورمال سيلن جوه الدم علشان تمنع المريض من النزيف. اول ما تعمل كده خلاص انتهت، مش هينزف تاني، هكون الابرة موجودة وعادي جدا، هي هكون كانلة مش ابرة يعني، اوكي. وتحط
التيوب بتاعت الماشين اللي بتاعت الاي بي ماشين وتدي له الدواء زي ما الدكتور قال، بس انتهت. اوكي ماشي، يبقى احنا فهمنا الاخطاء اللي هنعملها في مصر حاول تتفاداها. تاني حاجه لازم تحل اسئله كتير جدا في الانسلاكس، تمام. تالت حاجه لازم تعرف التدخل بتاع الار ان ايه، هو الفيرس نيرسينج انترفنشن، التدخل الاول الار ان هتعمل ايه مع المريض، وبعد كده هتعدي امتحان الانسلاكس اخيرا، تمام. ودي برضو ركز فيها، ويا ريت يا جماعه اللي بيتابع الحلقه دي يكتب الكلام ده في ورقه وقلم، انا ما عنديش وقت اقعد قدام كمبيوتر واعمل حلقه، يعني ما عنديش وقت انا اعمل الكلام ده. ماشي، في ناس بتعمل الكلام ده انا مش هعمله. اوكي، انا بتكلم وانتوا تكتبوا. اوكي، اعتبر نفسك انت قاعد في محاضره يعني. اوكي، لما تيجي تعمل التقديم بتاع شهاده الزماله في امريكا، تمام، عشان تعمله واخد بالك لازم تشوف الولايه اللي انت هتقدم عليها. نقول مثلا ولايه نيويورك، في حاجه اسمها الاي تي تي، اكتبها، حرف الاي حرف التي وحرف ايه التي، دي اسمها رسوم تسجيل الامتحان، دي 200 دولار، هتعملها 200 دولار بالظبط، ما فيش حاجه اسمها مصري، لازم يكون في حساب البنك فيه 200 دولار. اوكي، اتصرف، ما اعرفش هتعملها ازاي. اوكي، 200 دولار هتدفعهم، حلو، دي بيدوك 6 شهور من اول ما انت سجلت رسوم الامتحان لحد ما تاخد الامتحان. لو انت ما خدتوش في 6 شهور فلوسك راحت عليك، باي باي، حصل على فيسا. بعد كده هتدفع حاجه اسمها تسجيل تاني ب 150 دولار، ب 100 وايه 150 دولار، تمام، يبقى 200 و150، 350. في رسوم تانية هتكون برضو موجودة حوالي 400 أو 450، يعني كلها على بعض 800 دولار، 800 دولار نزول اللي هي رسوم التسجيل للامتحان، لازم تدفع بالدولار مش بالمصري، مش هيقبلوا عملة مصرية. اوكي، لازم تدفعها بالدولار، تمام. بالتالي قبل ما تسجل في امتحان الاي تي، رسوم الاي تي ان تي بتاع نيويورك، اوكي، من فضلك اتعلم اللغه الانجليزيه، خد كورس متخصص في التمريض، مش قصدي كورس يعني تدرس في امريكا، مش قصدي والله، كورس متخصص في التمريض عشان تفهم الاسئله، تعرف تقراها. ماشي، ما اعرفش مين بيديه في مصر ده، يعني يمكن انا لو عندي وقت ولو انا مش شغال هعمل الموضوع ده، بس انا ما عنديش وقت اعمل الموضوع ده. اوكي، دي امره واحده، اخدت الكورس بقيت متمكن في اللغه شويه على الاقل، قرايه وكتابه، تمام، مش مهم انك انت يعني تتكلم، بس المهم تعرف تفهم اللي انت بتقراه. اوكي، لقيت نفسك متمكن، قدم بقى ايه على الاي تي تي اي تي تي، اوكي، تمام، وادفع رسوم الامتحان، وابدا بقى في الست شهور اللي فاضله لك دي عشان تعمل امتحان، اتدرب على امتحان الزمالة بتاعت التمريض الموجودة في امريكا، وافهم السؤال ده، تمام، ان سي لاكس ار ان، اكتبها عندك، ان سي ال اي اكس داش ار ان اكزام، هو ده اللي انت هتحتاجه، دي اسمها الرخصة اللي انت تاخدها، الرخصة دي هتكون صالحة لمدة سنة او سنتين، معرفش على حسب الولاية، في ولاية بتخليها سنة، في ولاية تانية بتخليها سنتين. اوكي، ولازم تعمل تجديد، التجديد ده هيكلفك برضو فلوس حوالي 60-70 دولار، تمام، ولازم تجاوب على اسئلة هما هدالة، بس حاجات هايفة يعني. اوكي، اسئلة تعبانة يعني. اوكي، مالاش علاقة بالتمريض خالص يعني، بس هي كلها روتين يعني، بتعملها اونلاين. اوكي، كل سنة او كل سنتين لازم رخصة تجدد. اوكي، وبس، يبقى انت عشان تعدي امتحان الانسلاكس ونفرض انك انت خلصت جميع الشروط، لازم تعمل اسئلة، لازم تحل 10,000 سؤال. في ناس تقول لي ايه ريكومنديشن انت ممكن تعملها عشان تعدي امتحان الانسلاكس، هقول لهم يا جماعة حاول تحل كويشن كتير، اسئلة كتير،
حل على الاقل 10,000 سؤال، 10,000 سؤال. في حاجه اسمها كابلن، كي اي بي ال اي ان، كابلن. اوكي، كابلن ريفيو، بتتعمل احيانا على اللاين، بيدوك كده مثلا مراجعه على التمريض، ان هو بيوريك البيسك وبيوريك الامراض وبيوريك الادويه اذا تعرف تفهمها. وكمان الادويه في امريكا غير مصر، الادويه في امريكا بتتكتب باسمين اللي هو التريد نيم والجينيريك نيم، التريد نيم والجينيريك نيم، لازم تعرف الاسمين دول. اوكي، هل في احد ثاني هل ممكن تحفظ؟ لا مش هتحفظ، مفيش حاجه في التمريض اسمها حفظ، التمريض ده عباره عن انك انت تفهم اللي انت بتقراه، بالتالي انت هتعرف الادويه عن طريق اخر ثلاث حروف في الادويه، اخر ثلاث حروف في الادويه هي هتقول لك الدواء ده بتاع ايه. يعني كمثال مثلا، اوكي، مترول، المترول ده دواء ضخ دم، لول ال او ال، اوكي، a lot of laugh، يعني عارفين هنكتب ال او ال يعني a lot of laugh في الشات لما بتكلم البت بتاعتك والكلام ده ال او ال، تمام. لما انت تلاقي الابريفيشن بتنتهي في ال او، حتى ال او بالك، يبقى الدواء ده بتاع ده ايه، ضغط دم. لازم تعرف الابريفيشن، الاختصار بتاع الدواء، لازم تعرف الاسمين، الاسمين انك انت هتذاكر الادويه كلها، مش الأدوية بتاعت مصر الهجس دي كلها اللي هي بتموت المرضى، لا، انت هتدرس أدوية أمريكا كلها، كل الأدوية هتدرسها كلها من أولها لآخرها، تمام. اوكي، بالتالي هتعرف الحاجات المهمة، أدوية ضغط الدم، تمام، هتعرف أدوية أدوية السيولة، في حاجة اسمها كوميدن، اوكي، وفي حاجة اسمها الهبرن، بالتالي الكوميدن والهبرن دي ادويه السيوله، لازم تعرفها وتعرف الفرق ما بين الاثنين، ولازم تعرف الاسم الثاني بتاع الهبرن، في اسمين لازم تعرف الاسم الثاني، اوكي، والكوميدن لازم تعرف الاسم الثاني، واخد بالك. في ادويه كمان بتعالج الامراض العصبيه، اوكي، لازم تعرفها ولازم تفهمها. في حاجات مهمه قوي يعني تتركز عليها كمان، اللي هي الادويه اللي بتعمل الجيرد، الجي اي ار دي، ازاي تمنع الجيرد اللي هو الترجيع من المعده. اوكي، الناس عندهم مشكله ان الـ ان الـ ان الاستمك اسيد بيطلع بقى فوق وبيطرش، هتعمل ايه يعني، ايه الادويه؟ ما انت لازم تفهم، هتعمل في ادويه اسمها بروتون انهبيتور، بروتون انهبيتور، البروتون انهبيتور ده بيخلي الاسيد الموجود في الاستمك على نورمال ليفل، نورمال ايه؟ ليفل. بالتالي لازم تعرف الادويه دي كلها، لازم تعرف الادويه دي كلها، حاول تعرف الابريفيشن بتاع الدواء لاخر ثلاث حروف، تمام. هجيب كراسه، هجيب فلاش كارد، هجيب اي حاجه، المهم اتصرف، المهم لا، ومن فضلك ابوس ايدك ما تحفظ. نظام التخلف في مصر ده اللي بيحفظه ده مش بينفع يا جماعه في الار ان، عشان تعدي الار ان لازم تكون فاهم مش تحفظ، اوكي، لازم تحل اسئله كتير وتكون فاهم انت بتعمل ايه، مش تحفظ السؤال، ما تحفظش السؤال، حاول تفهم السؤال، يعني افهم ما تحفظ من فضلك يعني، تمام. واتمنى يا جماعه ان الفيديو ده يعتبر من اهم الفيديوهات اللي انا نزلتها من ناحية التعليمية، ان هو ينفعك في حياتك العمليه، وانا نزلته بس اللي هم الناس الخارجين كليه التمريض في مصر، انا بعتبرها من احسن الكليات الموجوده في العالم يعني، اوكي، لا تقل شأن عن الطب او الهندسه، وجود لك فور يو جايز، واخد بالك، واتمنى انك انت تعدي الامتحان، ولو في اي سؤال اكتب لي كومنت وانا هرد عليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.